معنا الآن من الدوحة مراسلتنا سونيا الوافي. سونيا، هناك حديث عن أن الحكومة الأفغانية تقدمت بعرض لطالبان بإمكانية تقاسم السلطة مقابل إيقاف المعارك على الأرض، على الأقل في دائرة المفاوضين هناك في الدوحة. هل تم تأكيد هذا الخبر؟ نعم سهام، حركة طالبان نفت أن يكون لها علم بهذا الموضوع، ولكنها أكدت أنها جاهزة للمشاركة في حكومة أو لأن تكون في طرف في حكومة توليفية، يعني تتكون من أعضاء من الجانبين، ولكنها مبدئيا نفت أن يكون لها أي علم أو أن تكون قد تلقت عرضا مؤخرا من الحكومة الأفغانية لتقاسم السلطة. نبدأ أيضا من هنا من حيث نحن موجودون في أحد نزل العاصمة القطرية الدوحة، حيث تستمر الجولة الحالية للمفاوضات الأفغانية برعاية دولية. طبعا بالأمس أو أول أمس كانت المفاوضات تقتصر على 4 دول، هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وباكستان، وطبعا برعاية قطرية. بالأمس كان هناك اجتماع مغلق للحكومة الأفغانية ولوفد حركة طالبان. اليوم صباحا استؤنفت المحادثات، ولكن كان الاجتماع مغلق أيضا، يعني لا يقتصر على الدول الأربعة، كانت هناك الهند، تركيا أيضا شاركت وتشارك حاليا في هذا الاجتماع، أوزباكستان، المملكة المتحدة، وأيضا بعض دول الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا. الصين كانت غائبة صباح اليوم عن هذا الاجتماع. المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلمي خليل زاد موجود أيضا في هذا الاجتماع الذي انطلق صباح اليوم بجلسة أولى اختتمت، ثم انطلقت جلسة ثانية يشارك فيها حاليا عبد الله عبد الله رئيس لجنة المصالحة والوفد الحكومي الأفغاني المشارك، يشارك حاليا في هذه الجلسة المغلقة. لم تنضم إلى حد الآن الحركة، وفد حركة طالبان الموجود حاليا في هذا النزل لم ينضم إلى الاجتماع. لا ندري ما هي الأسباب، ربما أسباب ترتيبية أو جدول زمني معين للاجتماع. الجميع هنا تكتم عن تفاصيل الجلسة، لا توجد لدينا حتى أي تسريبات فيما يدور داخل الأبواب خلف الأبواب المغلقة، ولكن من المنتظر أن يكون هناك بيان ختامي هذا المساء يلخص ما الذي حصل طيلة 3 أيام، ومن المنتظر أن يتم أيضا التصريح هل ستتواصل المفاوضات أم لا، بحكم أن المفاوضات بين الجانبين متعاطلة إلى حد الآن. سونيا الوافي من الدوحة، شكرا جزيلا لك.